كالكوليتر. طيب، المرة الماضية كنا نحكي عن الاكسلريتد، بدأنا نحكي عن الاكسلريتد ستابيليتي اناليسز او ستاديز، اللي هي الطريقة اللي بتمكننا من انه احنا نتوصل لمعلومات اولية تتعلق بالاكسبايري ديت للبرودكت. طبعا علشان نحدد الاكسبايري ديت للبرودكت لازم يكون المنتج الصيدلاني في عبوته النهائية، لانه زي ما حكينا المرة الماضية الباكيجينج ممكن يأثر على الإكسبيري ديت للبرودكت. إذا تغير الباكيج لازم نعيد الدراسات المتعلقة بالإكسبيري ديت. ممكن تغير الباكيج من بلاستيك كونتينر لغلاس كونتينر، حتى البلاستيك في منه أنواع، ممكن يكون العبوة شفافة أو العبوة صارت مثلا معتمة أوبيك، أو ممكن صار مثلا عبوة زجاجية لونها تغير، وأي تغيير بيصير على الباكيجينج لازم نعيد دراسات الإكسبيري ديت. إذا الباكيجينج بحد ذاته ممكن يأثر على الإكسبيري ديت، وكذلك الفورموليشن، حتى لو ما تغيرت المادة الفعالة، لو تغير أي من الفورموليشن المفروض أن نعيد دراسة الإكسبيري ديت ونتأكد من تاريخ الصلاحية. الآن علشان ما نروح بالطريق الطويل لتحديد الإكسبيري ديت، اللي هو أنا باجي كل مثلا شهر بأخذ عينة من العبوة وبقيس تركيز المادة المتبقي، هاي العملية بتأدي بالنهاية لأنه وصل الإكسبيري ديت، لكن يعني بدها وقت طويل، يعني ممكن أحتاج سنتين أو ثلاث حسب سرعة الديجريديشن للدواء، وبالتالي هذا يعتبر خسارة بالنسبة لشركات الأدوية. الطريق الأفضل أنه إحنا مبدئياً منحدد الإكسبيري ديت من الأكسلريتد ستابيليتي أناليسيز، ممكن يأخذ منها ثلاثة إلى ست شهور، بنكون حددنا مبدئياً اللي هو تاريخ الصلاحية الإكسبيري ديت، ونبدأ بالتسويق بالماركتينج طبعاً بحذر بالبداية بناء على نتائج الأكسلريتد ستابيليتي أناليسز. يعني ممكن نبدأ بإكسبيري ديت مبدئي يكون أقل من اللي طلع معانا بنتائج الأكسلريتد ستابيليتي أناليسز، وبعد ذلك بنكون إحنا شغالين بنفس الوقت بنحط المنتج بظروف التخزين اللي احنا معتمدينها، وبنكون ماشيين على الطريق الطويل، كل شهر نسحب عينة من العبوة ونقيس التركيز وهكذا حتى نتوصل للحقيقي او تاريخ الصلاحية الحقيقي او الريل اكسبيري ديت اللي مش مبني على الدراسات اللي هي هاي الاكسلريتد ستابيليتي اناليسيس. اذا الاكسلريتد ستابيليتي اناليسيس بتدخلني على الماركت بسرعة، لكن بنفس الوقت أنا بكون ماشي على الطريق الطويل اللي هو يعني بيعطيني التاريخ الصلاحية الحقيقي، وبعد ذلك بصير تعديل على الإكسبيري ديت بناء على المعطيات اللي بتنتج من تحديد الإكسبيري ديت الناتج عن ظروف التخزين الحقيقية قد تكون على 25 درجة مئوية. طيب، إذن كيف نعمل الأكسلريتد ستابيليتي أناليسز؟ زي ما بدأنا المرة الماضية كنا بدأنا نحكي أنه إحنا طبعاً الآن أنا بدي أفترض أنه أنا بتعامل مع دواء يعني الكينيتيك ديجريديشن إله هي فيرست أوردر، فإذا الآن بدي أحكي فقط عن فيرست أوردر ديجريديشن. طيب، شو بعمل؟ الآن بناء على الأكسلريتد ستابيليتي ستاديز أنا بختار ثلاث درجات حرارة، 50 درجة مئوية، 60 درجة مئوية، و70 درجة مئوية. لاحظوا أنا ما اخترت الـ 25 درجة مئوية هون. ليه؟ لأنه أنا يعني بحاجة إلى أنه أشوف الـ degradation of the drug. قد يكون الـ degradation بطيء، على 25 درجة ممكن تكون 6 أشهر غير كافية أني أشوف أنا الـ degradation، أو ما يكونش يعني خلينا نحكي الوقت كافي حتى يبين معاي اللي هو الـ rate constant الحقيقي للديجريديشن. فلذلك شو بعمل؟ بعمل accelerated degradation على 50 درجة، على 60 درجة، على 70 درجة. عندها ببين عندي البلوت بشكل أوضح. يعني اللي أخذوا المختبر التجربة لما عملنا تجربة الإندوميثاسين على 45 درجة وقارناها بال 25 درجة، منلاحظ انه شكل المنحنيات بيكون اوضح فيه الفيرست اوردر، واوضح فيه ان نحسب الكي مقارنه مع ال25 درجه. ولذلك
نعمل اكسلريتد ديجريديشن ابتداء من 50 درجه و60 درجه و70 درجه، بنحط البرودكت على 50 درجه وبنصير كل فتره زمنيه معينه ممكن كل اسبوعين نسحب عينه ونقيس التركيز، وكذلك الحال على 60 درجه بنصير كل اسبوعين نسحب عينه ونقيس التركيز، وكذلك الحال على 70 درجه بنصير كل اسبوعين نسحب عينه ونقيس التركيز. بصير في عندي مجموعه نتائج الان، برسم لوغاريتم الكونسنتريشن والتايم، بيطلع عندي ثلاث خطوط، كل خط بيمثل لي اللي هو الاتجاه الديجريديشن بالنسبه لدرجه الحراره. فاذا عندي هنا K3 على 50 درجه الريت كونستانت، هذا اذا هذا خط مستقيم، لان هذا الخط المستقيم السلوب له يساوي ماينس K على 2.303، فمنه بنحسب K. لاحظ هذا الخط ميلانه سالب اصلا، وبالتالي هون في عندي إشارة ماينس، فكيف بتطلع إشارتها موجبة. إذا الميلان سالب وعندي هون إشارة سالب، فكيف بتطلع إشارتها موجبة. الآن ما بين الثلاث منحنيات هذول أي ميلانه أكبر كقيمة مطلقة؟ شو يعني قيمة مطلقة؟ قيمة مطلقة يعني بغض النظر عن الإشارة، إشارة نفترض الإشارة موجبة للميلانات هاي، أي ميلانه أكثر من الخطوط هذول الثلاث؟ على 70 ولا على 60 ولا على 50؟ على 70. على 70 الميلان أكبر أكيد، على 70 الميلان أكبر، ثم 60 ثم 50. لما يكون الميلان أكبر معناته K قيمتها أكبر، فإذا هنا K1 أكبر من K2 أكبر من K3، فإذا أكيد الريت كونستانت اوف ديجريديشن حكينا كل ما زادت درجة الحرارة بزيد. تمام، إذا الآن بصير في عندي ثلاث نقاط الآن. تذكروا لما حكينا عن تأثير الحرارة على K، وحكينا إنه العلاقة هاي لوغاريتم K تساوي لوغاريتم A constant هون minus EA اللي هي الأكتيفيشن إنرجي على 2.303 في R ضرب 1 على التمبريتشر إن كلفن. حكينا R هي الغاز constant و EA هي الأكتيفيشن إنرجي. الآن إذا إجيت أخذت الثلاث نقاط هون، أنا طلعت K1 K2 K3 تمام، باجي برسمهم ما بين لوغاريتم K العلاقة وواحد على التمبريتشر إن كلفن. ننتبه هون إنه التمبريتشر إن كلفن يعني بدي أحول الخمسين بتصير زائد 273، 60 زائد 273، و70 زائد 273، وبعدين بأخذ المعكوس واحد على التمبريتشر لأنه على الإكس، فبرسم العلاقة بتطلع عندي طبعاً زي ما حكينا المرة الماضية الاتجاه من اليمين إلى اليسار على محور السينات هو اتجاه زيادة درجة الحرارة، لأنه واحد على التمبريتشر هون. الآن لوغاريتم K بيطلع عندي هون الـ K70، هون عندي الـ K60، وهون عندي الـ K50، فإذا المفروض تطلع العلاقة خطية. الآن أنا إيش بدي؟ أنا بدي K25. الآن إذا بدي أخزن الدواء على حرارة الغرفة يعني بدي على 25 درجة. احنا طبعا اذا انتم يعني حدا بداوم صيدلية وبتطلع على العبوات ظروف التخزين بتكون مكتوبة على العبوات للأدوية، رح تلاقي انه ما بيكون يعني كانوا بالاول يكتبوا store at room temperature، لكن room temperature ممكن تكون 40 درجة، يعني بعض الاحيان بتكون درجة الحرارة عالية موجة حر ممكن توصل ل 40، فلذلك الان اصبحت محددة أكثر. يعني معظم الأدوية الآن بحكي لك store between 15 and 30 degrees، ما بين 15 إلى 30 درجة، هيك بيكونوا عاملين يعني الدراسة، أنه بأسوأ الأحوال لو تخزن الدواء على 30 درجة بمشي. فإذا K25 تقريبا هي room temperature المعتادة اللي بتكون يعني مريحة، واحنا هيك متعودين ان نذكرها الروم تمبرتشر حوالي ال 25 درجه مئويه. فاذا بدنا نخزن الدواء ما بين ال 15 وال 30 تقريبا، يعني بناخذ الكي 25. الان انا عندي الكي 70، عندي الكي 60، وعندي الكي 50 ورسمتهم، طلع عندي خط مستقيم. الان شو بعمل؟ بطلع الاكسترابوليشن، بعمل اكسترابوليشن بمد الخط هذا المستقيم بمده حتى اوصل لعند التمبرتشر هون اللي هي 1 على 273 زائد 25 اللي هي الحرارة 25، بيطلع عندي هنا هاي النقطة، بطلع منها لوغاريتم K25، باخذ الأنتي لوج بيطلع عندي اللي هي الـ K25، بيطلع عندي الريت كونستانت على 25 درجة
مئوية. من الريت كونستنت على 25 درجة مئوية برجع بعوض هاي العلاقة، مثلا بدي أحسب الكونسنتريشن at 90% أو 95%، كم الزمن اللازم حتى يتبقى 95% مثلا من الانيشال كونسنتريشن، فبعوض بدل هون السي 0.95 سي 0 وهون بحط سي 0 ماينس K25 ضرب T اللي هو الزمن هذا الإكسبيري ديت، راح يطلع عندي على 2.303، ومنها بحسب الإكسبيري ديت بمعرفة الـ K25 بهاي الطريقة. طريقة سريعة، خلال 3 أشهر ممكن نحصل على نتيجة، لكن زي ما حكيت لكم هاي النتيجة بتكون مبدئية، نقدر نعمل ماركتينج بالبداية ونسوق ونسجل المنتج على هذا الأساس، ولكن بنفس الوقت بنكون شغالين على تجربة حقيقية مخزنين البرودكت على 25 درجة مئوية، ومنكون يعني مستمرين نسحب عينات طوال فترة تخزين الدواء حتى نشوف الحقيقة كم الإكسبيري ديت من دون ما نعمل أكسلاريشن للرياكشن، وبعدين نعتمد أي نعتمد اللي هو الحقيقي اللي هو حطينا إحنا الدواء بظروف التخزين اللي إحنا مسجلينها على العبوة وانتظرنا للمدة الزمنية الكافية، لكن بنفس الوقت منتجنا موجود وين بالأسواق وعماله بينباع بإكسبيري ديت تقريبي أو مبدئي. في حدا عنده سؤال أو استفسار هون؟ شوفوا موضوع يعني الستورج كونديشنز، احنا انا هون ذكرت فقط درجة الحرارة، لكن حقيقة في الهيوميديتي بتأثر كمان، فظروف التخزين المفروض تكون حرارة ورطوبة، يعني أنا بخزن على مثلا 60% relative humidity أو 80% relative humidity، أو في يعني conditions معينة كمان من relative humidity قد تؤثر على rate of degradation. فأنا هنا فقط ذاكر لكم الحرارة وتأثير الحرارة على rate constant أو على expiry date، لكن حقيقة يعني ممكن هيك accelerated تمشي الحال، لكن إذا نعمل الريل الحقيقي لازم ناخذ بعين الاعتبار الريليتيف هيوميديتي كونديشنز، ونتاكد انه العبوات مش كلها سليمه بانها تمنع دخول الرطوبه من الانفايرمنت. في بعض العبوات ممكن خاصه اذا بوتل مثلا منطقه التقاء الغطاء بفوهه البوتل ممكن تكون نقطه ضعف يدخل من خلالها المويستشر، او حتى مرات في بعض انواع البلاستيكس الpermeability للمويستر من خلالهم قد تكون يعني عالية، فلذلك يعني نحكي هنا عن المويستر وتأثيرها واختيار الباكيج المناسب كمان، يعني موضوع قد يطول، لكن إحنا بهمنا إذن بهذا السياق أن فقط نشوف كيف نعمل accelerated stability studies بناء على درجات حرارة مرتفعة، وبناء عليها بنعمل extrapolation ومنرجع لل K25 اللي هي ظروف التخزين الطبيعي. الآن ممكن واحد إذا بده يكون دقيق أكثر نحكي إحنا، طيب إذا كانت ظروف التخزين ما بين 15 و30، يعني إحنا طيب افرض إنه إحنا عملنا الدراسات على 25 والصيدلاني مثلا الصيدلية درجة الحرارة فيها 30 والدراسة معمولة على 25، يعني الآن هون هاي الاختلافات يعني بيحكوا فيها هم بنحكى فيها. الآن إحنا ممكن نعمل الورست كيس سيناريو، نعمل الدراسات على 30 درجة مئوية، وبالتالي إحنا منظلنا دائما بالسليم إنه إحنا مفترضين إنه أسوأ الظروف اللي هي 30 إذا كانت مكتوبة العبوة storage between 15 and 30 degrees، فأنا بكون عامل الدراسات على 30 درجة مئوية، وبالتالي أنا بكون هيك يعني ماخذ السيف سايد. الآن طبعا قد يكون هنالك كلام وأنا قارئ يعني في الكتب إنه طيب مش مشكلة، يعني لو ارتفعت درجة الحرارة مثلا بالصيدلية خلينا نحكي بالصيف وصلت 30 ماشي الحال، زادت سرعة التفاعل، طب ما هي بالشتاء ممكن تكون درجة الحرارة توصل 15 بتصير سرعة التفاعل بطيئة على 15، وهكذا يعني قد يكون انه اللي بيصير بالصيف بتعوض بالشتاء، لكن هاي يعني خلينا نحكي يعني هي صحيح الكلام كمنطق، لكن مش مبني على يعني بده يكون كل دواء مدروس انه كم بزيد سرعه التفاعل بالحراره بزياده الحراره، وبعدين بالتبريد هل فعلا اللي زاد بالحراره بالزياده هل
بيتم تعويضه بالتبريد وهكذا. فإذا بعرفش إذا يعني واضح الصورة، حد عنده يعني تعليق هون أو سؤال؟ أي تعليق؟ أي سؤال؟ طيب إذا ناخذ هنا example. فلنفترض انه الـ initial concentration كان عندنا لدواء معين 94 مايكروغرام بير ام ال، واوجدنا من الـ accelerated stability study الـ K25 طلعت 2.09 في 10 قوة ناقص 5 اور انفيرس، اذا هذا first order. وكان المعلومه اللي عندنا هون انه الدواء بصير اكسبايرد اذا تركيزه نزل تحت ال 45 مايكروغرام بير ام ال. فاذا نقطه النهايه عندنا كم؟ 45 مايكروغرام بير ام ال. فبنرجع بنعوض هون بالمعادله، لوغاريتم الكونسنتريشن يساوي لوغاريتم سي 0 ماينس كي تي على 2.303. طبعا الكي هون اللي هي كي 25، وجربوا انتم حلوا المساله، عوض بدل سي هون 45 وبدل سي 0 94 وبدل كي 2.09 في 10 قوة ناقص 5. انتبه لليونتس هنا اور انفيرس للكي، ومنها عيد ترتيب المعادلة حتى تطلع الزمن. الزمن راح يطلع معك بالساعات، بتحول الساعات إلى أيام والأيام إلى سنوات، بيطلع الجواب النهائي 4 سنوات 4 years. وبالتالي اعملوا انتوا الحسابات على الكالكوليتر حتى تتعودوا على استعمال آلات الحاسب. هذا إذا اكزامبل. حد عنده سؤال؟ طيب دكتور، إذا كانت حرارة الغرفة مثلا أكثر من 30، لازم نحط الدواء بالبراد؟ هلا يعني ممكن نحتاج إنه ممكن يعني بيعتمد أكثر من 30 بكم، يعني إذا 31 32 يعني شوي ممكن ها، لكن إذا 35 أو أكثر، يعني خلينا نحكي الحرارة فعلا أعلى من 30 بشكل كبير، ممكن هذا الإشي يأثر على كمية المادة الفعالة، ممكن تحلل الدواء بسرعة كبير كثير نتيجة لارتفاع الحرارة. يعني مثلا نفرض إنه بننقل الدواء بالسيارة مثلا، والسيارة بالصيف إذا كانت مثلا صافة بالشمس يعني ممكن ترتفع الحرارة فيها بشكل كبير، يعني ممكن توصل 50. فهاي ظروف خطيرة، يعني خلينا نحكي هنا ممكن يصير في degradation سريع للدواء بهاي الظروف، بحيث إنه فعلا نخسر جزء كبير من المادة الفعالة حتى لو خلال 24 ساعة. فلذلك يعني المفروض الأدوية بالنقل تكون يعني تنقل يعني مبردة بالأيام الحارة، أو إذا كان مثلا بالسيارة بنستعمل آيس باج إذا مضطرين، يعني بنحط جنب الدواء يعني وسيلة تبريد اللي يعني تخلي الحرارة معقولة يعني في محيط الدواء. يعني بالنسبة للستورج بالصيدليات، يعني تحديدا الآن إحنا في بلادنا نادر إنها الروم تمبريتشر تطلع عن 30، يعني نادر يعني انه تكون الحراره جوا الصيدليه اكثر من 30. ما اعتقد ممكن، ما اعتقد اذا حدا بداوم صيدليه ممكن يفيدنا، يعني ما بعرف، ممكن بالاغوار بالمناطق الحاره ممكن اذا ما في مكيف بالصيدليه ممكن. ممكن طبعا بهيك حاله هل ان شو بدنا نعمل؟ المفروض انه يكون في مكيف بالصيدليه يعني على الاقل، يعني وتكون فعلا يعني هلا بنبدا هون نبدا نحكي شويه ها، يعني بسموها هاند ويفنج، يعني انه نحكي يلا ماشي الحر اللي اجى بالصيف ممكن انه يتعوض بالشتاء، شوي هاند ويفنج فيها. مش كثير الكلام يعني فيه حكي، فيه جزء يعني اوكي ساينتفك، لكن صعب نعرف احنا كم زادت الحراره بالصيف وكم خسرنا من كميه الدواء، وهل فعلا بطء التفاعل بالشتاء، وكم الاكسبايري ديت اصلا. هل الاكسبايري ديت ممكن يكون الاكسبايري ديت سنتين كله على بعضه، يعني ف بهيك حالة بصير اللي يعني الديجريديشن اللي صار بصيفية واحدة للدواء ممكن يعني خلى الدواء صار اكسبيرد. فبشكل عام بالمناخ، خلينا نحكي بالأردن،
بشكل عام معظم المناطق معتدل، ما بتوصل الحرارة أكثر من 30، لكن إذا كان مناطق حارة بتوقع بهيك حالة المفروض يكون في مكيفات في الصيدلية تنزل الحرارة يعني تحافظ على الدواء، لأنه يعني ما بنقدر ننقل كل الدواء اللي بالصيدلية نحطه بثلاجة، يعني ما بيزبط أصلاً يعني حيث المنطق. هلا بالبيت ممكن يعني ممكن يعني ظروف التخزين، ولو إنه الثلاجة يعني بجوز حكيت أنا المرة الماضية إنه يعني بعض الأدوية ممكن إذا انحطت بالثلاجة يعني هذا الإشي ما يكونش يعني إشي جيد، يعني إذا كان مثلا شراب ممكن يصير كريستاليزيشن لأنه مع البرودة، يعني الثلاجة درجة حرارتها ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، مع هذا التبريد ممكن تقل السوليبيليتي للأكتيف إنجريدينت ممكن يعني، ويصير في كريستاليزيشن ممكن ترسب ونخسر جزء من الدواء يعني. يعني مسألة شوية يعني كل دواء له خصوصيته يعني. فإذا بدنا نحكي بالضبط إذا كانت ظروف التخزين مكتوبة على العلبة 15 ل 30، المفروض إنها تكون هاي هي الظروف اللي نخزن فيها الدواء، مش أقل ولا أكثر. إذا كان ظروف التخزين المكتوبة على العلبة ريفريجريتر between 2 and 8، هاي الظروف اللي لازم نلتزم فيها. تمام؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. دكتور نعم يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور بالنسبة للإكسبيري ديت هسه لما يكون على الأمبولة إنه مثلا إكسباير بشهر 7، فأنا بدي أستنى يعني لنهاية الشهر، يعني إذا بنص الشهر مثلا نقدر نستخدم الإنجكشن في هاي الحالة ولا لا؟ هلا يعني احنا شوفي، حكينا إنه إذا كان إكسباير ما راح يكون يعني الإفكتيفنس، هلا مش ضروري حكينا إنه يصير في توكسيسيتي، بس انه ما راح تكون افكتيف يعني زي قبل، بس انه لانه في معلومه كثير بنسمعها كمان احنا من يعني صيادله كمان بيداوموا حوالينا يعني بالمراكز مثلا او المستشفيات، بقول لك في شهرين بعد الاكسباير ديت، بس انا بصراحه انا بس اشوف انه اكسباير ديت ما يعني ما برضى استخدمها. نعم صحيح. هلا الاكسبايري ديت، شوفي احنا ممكن نستخدم، يعني انا بدي احكي غير هيك، انا بدي احكي انه لما بنحكي اكسبايري ديت معناته يوز بيفور، فاذا كان الاكسبايري ديت 7 مثلا 2021، فانا بدي اشيل كلمه اكسبايري ديت واكتب بدالها يوز بيفور، يوز بيفور 7 2021 معناته من 1/7 اكسباير. هلا شوفي، هو هذا يعني موضوع الاكسبايري ديت خلينا نحكي بتحدده شركات الادويه، يعني شركه الادويه بتحدد هي الاكسبايري ديت وبتاخذ ابروفال عليه من الجهات المعنيه، ولذلك يعني اكثر جهه عملت دراسه على الاكسبايري ديت هي شركه الادويه، ومن مصلحه شركات الادويه انه يكون الاكسبايري ديت اطول ما يمكن، أكيد يعني هذا من مصلحة الشركة على أساس إنه يقللوا من المرتجعات، يعطوا فرصة أطول للدواء يكون على الرف حتى ينباع. الآن أنا برأيي الشخصي إنه الآن طبعاً بالقانون يوز بيفور 7/2021، يعني قبل بداية شهر 7 المفروض إنه يكون ما ينباع، بداية الشهر وليس الشهر. الآن مرات بيكونوا بداية الشهر مرات بيكونوا كاتبين اليوم مع الشهر على الاكسبيري ديت مثلا. لا دكتور مثلا على الامبولات مثلا الكلوبرام او الباسكوبان او هاي ما بكونوا كاتبين، يعني مش دائما بكون مكتوب الشهر، عفوا اليوم، فبكون مكتوب ماشي. بس الشهر يعني. فاذا من بدايه الشهر مظبوط يعني انا بشكر خلص. من بدايه الشهر ما بصير استعماله، يعني بيكون اخر يوم لا مسموح فيه استعماله اللي هو قبل بدايه الشهر اللي مكتوب على العلبه، يعني هيك بنكون احنا بالسليم. الآن هل إنه الدواء بيظل فعال؟ يعني هل إنه مثلا إذا كان 90% من المادة الفعالة موجودة أو 89.5%، هل رح يأثر؟ يعني موضوع نقاش ممكن، يعني ما بنعرف يعني، بس إحنا بدنا يكون عندنا نقطة مرجع، نقطة المرجع هي اللي حددت الشركة المصنعة وأخذت موافقات عليه، إحنا كصيادلة بنلتزم بهذا التاريخ. يعني أنا برأيي خلاص لما الدواء يكون expired حسب ما هو مطبوع العلبة لا يجوز تداوله، طبعا بالقانون ممنوع بيعه،
واحنا كصيادله المفروض ما نستعمله يعني. هلا انا بعرف في صيادله ممكن له بيستعمله شخصي يعني، بحكي لك يلا مش مشكله، ما هو يعني المفروض انه خلص once it's expired it's expired يعني، يعني افضل. اوكي هلا هون ممكن ندخل احنا بموضوع نحكي فيه عن الاخطاء اللي بتصير بالصيدليات. طبعا الاكسبايري ديت، اي دواء بنباع اكسبايرد في الصيدليه هاي خطأ صيدلاني، قد يكون مقصود او غير مقصود ولكن هو خطأ، لا يجوز ان تباع الادويه منتهيه الصلاحيه في الصيدليات. ولذلك ممكن، لكن احنا بنحكي في الصيدليه ممكن يكون في حوالي 4000 صنف على الرف، هل ممكن يكون صيدلاني غفل عن واحد من هاي الأصناف أو عن علبة وباعها بالخطأ وهي expired؟ ممكن يصير إشي زي هيك؟ خلينا نحكي بالخطأ، لأن intentionally إذا كان قاصد يبيعها هذا يخالف عليه ويعني يحاسب. هل ممكن يكون non-intentionally يعني هو من دون قصد غفل عن منتج وباعه expired؟ ممكن يصير؟ اللي داوم صيدليات حدا يعني شو رايكم؟ ايش هو دكتور سؤال مره ثانيه بعد مره ثانيه، هل ممكن صيدلاني بالخطا يبيع دواء اكسبايرد؟ ممكن. انا هسه مش صيدلاني، انا ممرضه بمركز صحي، بس كانوا يجونا من برا يعني شارين مثلا ابر بي 12 وتكون اكسبايرد يعني، وانا انبه المريض انه اقرا قبل ما تاخذ يعني الدواء. ممكن صيدلاني يقع بالخطا غير مقصود يعني، يكون غير قاصد لكن بالخطا ممكن ينباع يعني شيء اكسبايرد. الآن لذلك لازم يعني لما أنتوا إن شاء الله بكرة تتخرجوا تصيروا صيادلة، لازم يكون في عندكم الصيدلية سيستم، سواء كان كمبيوتر سيستم يعني يبين لك الإكسبايرات، يبين لك الأدوية. يعني أنت أي طلبية بتيجيك بتدخل على الكمبيوتر الإكسبايري ديت لإلها، بحيث أن الكمبيوتر بصير ينبهك قبل بفترة، ممكن قبل بست شهور، أنه هاي الأدوية راح تنتهي صلاحيتها بعد ست شهور. وبالتالي ممكن تحكي مع شركات الأدوية، مستودعات الأدوية برجعوها ببدلوها، أو يعني أنت تتصرف فيها. ممكن يعني إذا كانت من الـ OTC products ممكن أنت يعني تبيعها، تعطيها أولوية يعني، بحيث أنه ما يصير في عندك إكسبايرات. ويعني برضو كمان يعني هاي السيستمز، إذا ما حد يعني إذا ما عندك كمبيوتر ممكن تعمل دفاتر، يعني تعمل كل بداية سنة جرد لل أدوية اللي عندك على الرف، وتشوف الإكسبايري ديت وتسجل بالضبط اللي راح ينتهي عندك هاي السنة من الأدوية. مشان إيش؟ شو الهدف؟ الهدف علشان تتجنب إنك أنت تقع بخطأ إنه تبيع أدوية منتهية الصلاحية، لأنه هذا لا يجوز. طيب الآن أنا باقي معي من زمن المحاضرة يعني 10 دقائق، ممكن أفتح مجال للأسئلة كمان إذا حد عنده أسئلة أو استفسارات أكثر بهذا الموضوع. الكويز لحد هون صح؟ الكويز لهون رح يكون، ومرة ثانية برجع بذكر بالكويز ما بين الساعة 9 والساعة 9 ونص رح يكون مفتوح يوم الأربعاء، ومدة الكويز 5 دقائق، والشابتر اللي داخل اللي هو الكينيتيك ديجريديشن أوف دراجز. دكتور بما انه راح يكون في كالكوليشن لازم نسيت لنا وقت الكويز يعني على المقلي 10 دقائق. والله الاسئله ما هو شوفي انا يعني الحسابات راح تكون خطوه واحده يعني ما راح اعمل حسابات خلينا نحكي اكثر من خطوه. تمام اعتقد الوقت راح يكون كافيا. طيب الآن بدنا نبدأ بتوبيك جديد، رح نبدأ بتوبيك جديد اللي هو مايكروميريتكس. الآن بهذا التوبيك رحين يعني نحكي عن الآن بنحكي مايكرو ميريتكس، يعني خلينا نأخذ الجزء الأول من الكلمة مايكرو. مايكرو الآن إيش هو المايكرون أو المايكروميتر؟ المايكروميتر هو 10^6 من المتر.
ميريتكس يعني خلينا نحكي الأمور أو الأشياء التي تقاس بالمايكروميتر. الآن شو الأشياء اللي بتهمنا صيدلانيا وتقاس بالمايكروميتر؟ البودرة، الباودرز. هاي الباودرز إذا طلعنا على البارتيكلز لإلها، هاي البارتيكلز تقاس بالمايكروميتر سكيل. يعني الباودرز زي مثلا إذا بدنا نحكي عن الملح، السكر بالبيت، الطحين، إذا بتطلع على البارتيكلز الانديفيدوال بارتيكلز الحبيبات هاي بتطلع عليها هي حبيبات صغيرة الحجم وتقاس بالمايكروميتر سكيل. فإذا بدنا ندرس هاي الأمور اللي هي تتعلق بالبروبرتيز اوف باودرز، البروبرتيز اوف باودرز. الآن إيش بتشمل؟ إذا المايكروميريتكس knowledge and control of the size and physical aspects of particles، الحبيبات اللي هي بتكون الباودر. It includes the particle size distribution، particle size يعني بتطلع على السكر بتلاقيه زي الكريستلز، الحبيبات فيه كبيرة، particle size إله كبير. تيجي بتقارنه مع السكر المطحون، particle size أكيد إله أصغر. فإذا راح نشوف كيف بنقاس السايز للبارتيكلز وكيف بنعبر عن السايز للبارتيكلز في باودر سيستم. البارتيكل شيب، شكل البارتيكلز، هل هي كيوبيك، نيدل شيب، راوند او سفيريكال، الريجولار شيب الى اخره، هذا الشكل الخارجي للبارتيكلز اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب. البارتيكل سيرفيس اريا، مساحه السطح للبارتيكلز، برضه من الأشياء اللي يعني خلينا نحكي إلها أهمية صيدلانياً. بوروسيتي البودرة، الآن أنت فلنفترض أنه في عندك كاسة سكر، كاسة سكر تشغل حجم معين، لكن هذا الحجم مش كله مادة صلبة، في جزء مادة صلبة، في جزء عبارة عن هواء أو فراغات، يعني نقدر نحكي ما بين المادة الصلبة، ما بين الباودرز، فهذا بنسميه البوروسيتي، نسبة هاي الفراغات أو نسبة الهواء اللي موجودة بالحجم هذا من البودرة، هاي بنسميها البوروسيتي. هاي لها برضو تطبيقات معينة عندنا بالصيدلة. الدنسيتيز، الكثافة، برضو نحكي عن كثافة الباودر، كيف بنعبر عن كثافة، كان الكثافة السائل سهل، هي عبارة عن وزن على حجم، لكن لما نحكي عن البودرة صحيح هو وزن، صحيح هو وزن على حجم، لكن أي حجم بدك تقيس، هل هو حجم البودرة بالكاسة مثلا زي ما هي، ولا بعد ما أعمل طرق أعمل تابينج على، إذا عملت تابينج على الكاسة بينزل حجم البودرة، فإذا الحجم متغير هون، فأي أي كثافة بنحكي هون، في عنا عدة كثافات نقدر نعبر عنها. الفلو بروبرتيز اللي هو تدفق البودرة، تذكر لما كنا نحكي بالصيدلة الصناعية عن البودرة بماكينات تصنيع الحبوب لازم تتدفق جوا الهوبر بشكل جيد حتى تلحق على على سرعة الماكينة اللي بتكبس هاي البودرة. فإذا هون الفلو بروبرتيز كثير مهمة عندنا بالنسبة للباودرز. والكومباكشن بروبرتيز هاي رح نحكي عنها شابتر لحد. الآن أغلب المواد الخام اللي بتوصل لمصانع الأدوية، أغلب المواد الخام هي عبارة عن powders، عبارة عن بودرة. الآن characterization هذا للباودر كثير مهم. الآن كيف يعني؟ يعني أنا ممكن أطلب مثلاً paracetamol powder كمادة خام، ممكن أطلبها من مصدر معين يبعث لي إياها، هي paracetamol كمادة كيميائية، هي باراسيتامول، بحلل بلاقيها باراسيتامول، لكن الباودرز تبع البارتيكلز تبعت هاي الباودر، هل هي بارتيكلز صغيرة ولا كبيرة؟ البارتيكل شيب لها مختلف، إلى آخره. هاي المايكروميريتكس تبعت هاي الباودر مهمة، مرات تغيير البارتيكل سايز لنفس المادة الفعالة قد ينتج عنه مشاكل بالصناعة. تمام، يعني متعودين احنا يكون البارتيكل سايز عندنا 50 مايكرومتر مثلا للبودره او للماده الخام، طلبناها من مصدر ثاني اجتنا البارتيكل سايز 150 مايكرومتر. الان ممكن هاي ينتج عنها مشاكل
بالفينشت برودكت، ممكن يصير عندي مشاكل بالكونتنت يونيفورميتي للتابلت او ويت فاريشن بالفاينل برودكت، وبالتالي ممكن تؤدي الى باتش ريجكشنز. فهنا بتيجي اهميه هذا الموضوع بالصناعه الصيدلانيه. طيب نحكي عن المايكروميتريكس اذا والمايكروميتر سكيل. المايكروميتر الان يعني انا اذا بدي احكي مثلا عن وسيله القياس اللي هي المسطره، المسطره اصغر تدريج بالمسطره كم؟ واحد مليمتر، صح؟ اصغر تدريج بالمسطره 1 مليمتر، هذا الواحد مليمتر يساوي 1000 مايكروميتر. الواحد مليمتر عبارة عن 1000 مايكروميتر، يعني بنبدأ بالسكيل من فوق من هون. إذا عندي 1000 مايكروميتر، هذا اللي هو الواحد مليمتر أصغر تدريج. الآن إذا انزلنا بالسايز لحوالي 700 مايكروميتر، بنصير هون الديامتر للإبرة، إبرة الخياطة تقريبا، يعني ولو انه الابر يعني بتيجي قياسات مختلفة، لكن يعني ابرة الخياطة العادية بتكون حوالي الديامتر لها حوالي 700 مايكرومتر. اذا بننزل بالقياس لتحت شوي كمان يعني علشان تاخذوا فكرة يعني المايكرومتر سكيل ايش هو، يعني بنطلع مثلا على شفرة الحلاقة سماكتها حوالي 250 مايكرومتر. بننزل لتحت كمان بالقياس، اذا بنحكي مثلا الهيومن هير، الشعر، شعر الإنسان، الديامتر له تقريبا 70 مايكرومتر. الفلاور اللي هو الطحين، الطحين تقريبا 50-60 مايكرومتر. الطحين بودرة ناعمة كثير على فكرة، يعني تعتبر من الفاين باودر. يعني إذا بتقارن مثلا الطحين بالملح أو السكر، أكيد الملح والسكر المتعودين نستعملهم يوميا بالبيوت هذول بيكونوا خشنين، يعني تعتبر كورس بارتيكلز أو كورس باودر، بينما الطحين بيكون ناعم كثير والسايز للبارتيكلز فيه تقريبا حوالي 50-60 مايكرومتر. إذا بننزل بالسايز أكثر كمان